مسلسلات عديدة ومواضيع متنوعة وأحداث مشوقة نتابعها يومياً عبر باقة الأعمال الدرامية اللي تقدمها قناة الظفرة على مدار شهر رمضان. لكن ما هو معنى اسم مسلسل الكندوش؟ وعاء لحفظ الحبوب، ملابس تراثية، وعاء لتجميع مياه المطر، أم اسم حي دمشقي؟ هذا سؤالنا لكم لليوم في مسابقتنا عبر منصات الظفرة للتواصل الاجتماعي. وعشان تكون الرابح معانا بجوائز نقدية يومياً طوال شهر رمضان، مو بتجاوب صح وبس، سوي لنا فولو تاج لثلاث أشخاص من ربعك، ولا تنسى تسوي شير للفيديو. وإذا حاب تزيد فرصتك بالربح، شاركنا صورة طبق يعبر عن تقاليد أكلات بلادكم. شو تنتظرون؟ يلا شاركوا.